إن شاء الله في أجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل محمود عبد الرحمن غيث أبو عبد الله، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. حجي، حضرتك تحدثت أنهم نسفوا البيوت بعد ما أنتم طلعتوا مباشرة. نعم. طيب حجي، وأيضا تحدثت حجي أنه لم يحدث هناك قتل أثناء هذا الهجوم. لا. طيب جرحى عمي صار؟ لا. بعد ما طلعنا ثاني يوم لما لحقونا على الجبال ثاني مرة راح اثنين من بلدنا فيها. الله يرحمهم. يعني هم حجي تابعوكوا وانتم ماشيين؟ تابع. مين هم عم شهدائك الله يرحمهم؟ واحد اسمه محمد محمد حسن عليق. من اي عائلة يا حجي هذا؟ دار مغامس. نعم. والثاني يا حجي؟ الثاني ولد يعني لا يتجاوز 12 سنة. بسنك يا حجي يعني؟ كان في عهد سني تقريبا واصغر شوي كمان. شو اسمه يا حجي؟ اسمه على علمي اظن محمد عبد السعيد محفوظ عليهم رحمة الله يا حجي. تعيش. اذا عمي الدافع الاساسي لخروجكم من القرية هو الهجوم المسلح. يعني كان ممكن تصمدوا اكثر حجي لو ما صارش فيه هجوم. احنا في معنى اسلاح نقاوم. شو بالله البندقية ام الطلقة هذا شو بدها تسوي يا ابو اسامة؟ نعم. طيب حجي بتتذكر لما طلعت من القرية تتذكر شو كنت لابس؟ بنطلون وقميص. طيب انتوا عمي لما خرجتوا كعائلة ولا كل واحد منكم يعني؟ لا، كل عيلة لحال. الأب والأم والأولاد مع بعضهم البعض، بس طلعنا بريت البلد الأب وهالكبار اتعقبوا في البلد والباقي كله طاح وراه. بعدين التحقوا فيكوا حجي. طيب نسيتوا حدا حجي خارج البلد داخل البلد؟ ختيار عجوز؟ في ختيارية اثنين ظلوا. مين هم يا حجي؟ واحد اسمه أسعد أسعد عيد من دار عيد وزوجته اختيارية يعني عاجزين هذولا، ما فيش حدا يقيمهم ظلوا في البلد. واختيارة اسمها الشيخ عايشة برضه ثلاثة تعقبوا في البلد. نعم. طيب حجي شو صار مصيرهم هؤلاء يعني؟ ما حدا بيدري عنهم شيء. راح ظلوا هناك في البلد والله أعلم وين راح. طيب حجي ولا لاحقا عمي صار عندكم أي معلومات عن هؤلاء يا حجي؟ والله ما بعلم. أنا بالنسبة لي بعرفش، كان ناس من جماعتهم أو جيرانهم يعني ما بعرفش شو اللي. طب عمي هذا الهجوم اللي صار عليكم بأي ساعات تقريبا صار؟ صباح، مساء، ظهر؟ من الضحى. الضحى بلش. نعم. كانوا يعتقدوا الشباب أو الأهالي؟ كانوا يتوقعوا هذا الهجوم يا حجي؟ متوقعوا لأنه راحت اللد والرملة والسافرية ويزور وعباسية راحوا كله طبيعي بدهم يتوقعوا. طيب حجي قعدتوا بس يومين في محيط القرية يعني عند الجبال؟ يومين، الثالث كنا في نعلين. طيب أيضا عمي السبب المباشر اللي خلاك ترحلوا من الجبال هو تعقبكم من قبل قوات الصهاينة يعني. نعم. طيب حجي قبل الرحيل من القرية أغلقتوا أبواب بيوتكم خلفكم يا حجي؟ لا، خليتوها مفتوحة.
طيب كان عندكم اعتقاد انه الخروج لمدة قصيرة من الزمن ولا؟ لا شك، بدون جدال، انه بس احنا من البيت ليلة لبرا ونرجع. طب على ايش كنتم محاولين يا حجي؟ بدي اقول لك يعني قول لي يا حجي. جهل. طيب يا حجي تتذكر هيك المشهد الاخير اللي علق في عيونك وانت طالع من القرية؟ كيف كان مشهد القرية وانت خارجين منها يا حجي؟ بالنسبة لي انا يعني بدي احسب ابوي ظل وراي في البلد، واخوي مش عارف الثاني اللي اكبر مني وين راح، بيضل يحسب الواحد يعني وين هم وين راحوا وين اجوا. انا قصدي حجي وانتوا طالعين وانتوا تاركين القريه وطالعين، كيف شفت مشهد القريه؟ كيف شفت القريه؟ هل كان هذا المشهد موحش مؤلم؟ الهاون بيجي وبضرب في جواه، طبيعي مخيف ومرعب بدك تقول يعني، مش عارف شو يعمل الواحد. طيب شو اخذتوا معاكم حجي لما طلعتوا من البلد؟ والله ما اخذ الواحد غير مونتو ياكل رغيفين خبز وبطانيه وحرام اللي الواحد يغطي حاله هالليله، اوعي ما طلعناش اللباس اللي عليه. طيب عفش البيت يا حجي او ادوات المطبخ كله ظلوا محله؟ ظلوا في البيت. طيب الدواب المواشي خيول. احنا بقى عنا ضايل البغل اللي بعيد عنك هذا اللي طلعنا فيه، وحتى ابوي الله يرحمه رتبنا عليه وقال لي روح على امك وعلى اختك عبين الحكجه. طيب حجي غيركم من الناس اخذ حلال واخذ غنم واخذ غنم. كله اللي طلع اخذ غنم. معليش من الشرق فالتي وظلينا ماشيين في الجبال. كيف كان الطقس في هذاك اليوم يا حجي اللي طلعت؟ حر جدا، كل لك ثالث يوم في رمضان شهر 7. طيب عز الحصيدة وعز دراستها. كان ماشي على الأقدام يا حجي؟ ماشي، اللي عنده دابة بركب، ما عندش كله ماشي، واللي عنده دابة حتى بده يحط عليها الولاد الصغار هو بده يمشي ماشي. طيب يا حجي تتذكر مين كان طالع معك من أهلك؟ أبوي وصلني إلى رأس ال نعم لورا البلد على هالجبل وقال لي روح الحق أمك وأخوتك هيهم ورا الجبل في المحل الفلاني. وأخوي ظل عنده الله يرحمه الأخرين. طيب حجي بالنهاية والدك طلع ولحقوا يا حجي؟ في النهاية لحقنا. والدك ووالدتك؟ والاجتماعي من الاول يعني معك. اخوانك لك اخ اللي اكبر منك؟ اللي اكبر مني ظل مصطفى. مصطفى نعم. في اصغر مني بك عمره 10 سنوات 12 سنه ابراهيم. خواتي حجي؟ خوات كان عندي، خواتي كانوا متجوزات كلياتهم. ما كان ولا واحده عندكم يا حجي؟ لا. طيب مصطفى التحق فيك لاحقا حجي؟ التحق لاحقا بعدين لحقنا على ورا الجبل. يعني حجي انتوا طلعتوا 5 اشخاص؟ امي وابوي وانا واخوي، واخوي عنده 3 اولاد ومرته. عنده 3 اولاد، واحد بقى عمره 3 سنين وواحد سنتين وواحد سنه. طيب مصطفى وابراهيم ومحمود طلعتوا يا حجي؟ مصطفى وابراهيم ومحمود. والدتك عليها رحمه الله ووالدك؟ نعم. مصطفى كان عنده 3 اولاد؟ كان عنده 3 اولاد ومرته. نعم. يعني انتو حجي هيك صار يعني 9 كنتوا. 9. طب اولاده كانوا كبار يا حجي؟ مش بقول لك، واحد 3 سنين وواحد سنتين وواحد مش يا ربي بك شهرين 3. رضيع يعني. طيب حجي الان كم ولد عندك وبنت يا حجي؟ عندي 2 و5 اولاد الحمد لله رب العالمين. هذا كل اللي عندك يا حجي؟ نعم. طيب واحفادك عندك معلومات او عندك يعني حاصي كم عدد احفادك الان يا حجي؟ اولادي يعني ولادي؟ نعم. عند ابني الكبير 3 اولاد وبنتين.
نعم. ابن الثاني عنده ولدين وبنت. الثالث عنده ولد وبنتين. الرابع عنده 4 أولاد، هذا الولد اللي شفته أنا عندي. الخامس الساعة الله يعطيه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني ما شاء الله 15 حج. نعم. 15 وخمسة أبنائك. 20 تنتين 22 ما شاء الله يا حج. هو تنتو هذا ابني هذا هو بالناس الجنين. نعم. مرته عندي. نعم. الأخير. الله يوفقهم يا حج. نعم. طيب وإن شاء الله أمورهم حج المعيشية والحياتية الحمد لله ماشية أمورها مستورة. الحمد لله. الحمد لله مستورة. يعني بدك أكثر من سترة. كل واحد ساتر حاله. بدك أكثر من سترة يا حجي؟ لا نشغنا من الستر. الحمد لله يا حجي. الله يرضى عليهم ويوفقهم. أي والله. حجي أنتوا طلعتوا أول ما طلعتوا ورا الجبال بعدين رحتوا على بيت نبالة؟ لا بيتنا بالله أحكي لي معانا. طيب أحكي لي حجي. نعلين. نعلين نعم. نعم. من نعلين قعدنا فيها 3 أيام وبعدين ردوا اليهود لحكونا برضو على نعلين. ردينا رحنا على خربثة عين أيوب. طولت فيهن يا حجي؟ قعدنا 3 أيام برضو. نعم. طلعنا من خربثة عين أيوب رحنا على فرخة بلد اسمها فرخة إنه أصحاب فيها لأبوي هنا. قعدنا فيها 3 شهور لأنه فيش عندهم وسع. عندهم عندهم ناس وحتى طالعين من الدور مساكين ومسكنين ناس فيهن. مين هم يا حجي؟ دار الخطيب. تتذكر شو اسم الرجل؟ اللي يعني اللي رحنا عليهم عيسى أبو عيسى موسى عيسى الخطيب. الله يرحمه هذا ما تعيش. و أولاد عمه حمدان خميس والباقي صغار مش عارفهم يعني اللي رحنا عليهم الجماعة دول. لكنهم طالعين من الدور وقعدوا في الناس اللي جايين من برا. بارك الله فيك. لاجئين الله يرديهم الخير يا الله. احنا قعدنا عندهم تحت الشجرة هيك 2 3 شهور وبعدين رحنا على عمي. كيف كانت العطش الجوع كيف؟ لا الجوع ما فيش جوع. طيب العطش يا حجي خاصة انه الدنيا رمضان حر بيار يعني ما حدا يعني الحمد لله. لا نعم المي في البيار والناس ما قصر. الناس في هذه الحالة كان اللي يشوف حاله يعني معاه نتفة مي وشاف واحد عطشان يسقيه. طيب حجي بعد 2 3 شهور وين رحتوا؟ رحنا على عبود. نعم. سكننا في عبود عند شخص الله يرحمه الأخري. قعدنا في بيته والله طلع من بيته وقعدنا في بيته. بعدين طلعنا من بيته بعد مرور الثاني 2 سنين هيك رحنا بنينا في كبية. بنينا غرفة هيك وقعدنا فيها مدة 4 5 شهور 6 شهور. بعدين توجهنا للسلط 50. للسلط؟ للسلط 50 51 50 هيك. نعم. جينا على السلط وقعدنا في السلط حوالي 7 8 سنوات وبعدين جينا على عمان. أنا هنا في السلط اللي خلاني أجي على عمان برضو أول إشي مشان الرزقة. وبعدين هناك أخذونا حرس وطني وإحنا في السلط خدمنا حرس وطني نظامي يعني رحنا. وبعدين طلعنا جينا على عمان وطلعنا في عمان. طيب عمي اثناء يعني الفترة الأولى وأنت في عبود أو في خربثة أو في بيتنا أو في آسف نعلين هل رجعت أو سللت للقرية أو حدا غيرك سلل للقرية يا حجي؟ وإحنا في كبي ما كنا نتسلل. شو الهدف من التسلل يا حجي؟ بيعيش الواحد يجيب له رطلين قمح يجيب له حاجة يبيعها يشتري له رطل قمح بس اللي زي يعني بتكاش يقدر يحمل يعني كتحمل لي رطلين 3 4. طيب سللت كم مرة يا حجي انت؟ والله ما انا عارف كثير يعني رحت وكان الواحد على وحزينكو يروح يبيعه بنص ليرة انه. طيب كنت سلل لقريتك ولا لقرى اخرى يا حجي؟ لقريتي.
طيب كيف كان وضع القرية لما كنت السبع؟ مردة نهائيا. طيب كان فيها يهودي حجي؟ لا، في داخلها لا، بريتها ورا القرية. صدف انهم شافوك او طخوا عليك؟ شافونا بكل نهزم، في ناس طخوهم هناك وقتلوا وماتوا في البلد. مرة بس رحت على اللد، على اللد؟ مطار اللد. نعم. رحنا نجيب من هناك ليمون من باب مطار اللد على الباب، بيارة من الاتجاه الشرقي. رحنا بطلع 20 واحد مع بعض، كل واحد يجيب له 20 كيلو أو 15 كيلو ليمون يبيعهن، يشتري له فيهم كم حات حاجة إشي زي هيك. في ناس طلعوا فوق الليمون وصاروا يسقطوا في الليمون على الأرض. الليمون اللي سقط على الأرض أجى على تنك، في تنكات تحت الليمون، سمعوا اللي باب مطار اللد ويجونا وبلشوا فينا. والهزيمة يلا يمسي بس يمنص بديل الواحد يتعدى طاقيته، يتعدى 70 لفجر. ويا الله روحنا. طب حدا استشهد من قريتك حجي اثناء التسلل؟ اثنين. مين هم هذول؟ واحد اسمه احمد جميل من دار الاسمر، واحد اسمه لطفي خليل من دار محفوظ عليهم رحمة الله. طب كيف هذول عم مسكوهم؟ كيف ضربوهم؟ كيف وكيف بعرفش؟ ما اسمع، قالوا انقتلوا في الطريق، بعرفش كيف. احنا بعدين لما شفناه هيك طلعنا على السلط، وصرنا نتسبب في السلط، نشتغل 10 15 20 كرش في اليوم في البلدية في الأشغال العامة، 4 ليرة وقضينا هالعيشة. طيب حجي، وكالة الغوث قدمت لكم خدمات أول ما طلعت؟ نعم قدمت. كان لما مثل شو يا حجي؟ شو الخدمات اللي قدموا لكم إياها؟ طحين، زيت، من هذا زيت الذرة. نعم. شوية سكر وشوية رز، بعض مرات عدس، بعض مرات حليب هيك. طيب حجي، سكنت في مخيم من المخيمات ولا ما سكنت؟ الوحدات. أي سنة سكنت يا حجي؟ سكنت في الوحدات من تقريبا 15 سنة. طب أعطوك نمرة ولا أنك أنت اشتريت مشترى؟ لا، أخذت وحدة. نعم. وسكنت فيها. الوحدة شو كانت، مبنية ولا كانت فاضية؟ مبنية، غرفة واحدة 3 في 3 أو 3 في 2.5 بس. غرفة بس ما فيش فيها غير هيك. نعم. غرفة زي ما تقول هاي الغرفة، هاي 3 في 3 وقعدنا فيها. إلها ساحة قدامها 9 أمتار قدامها. صرنا نشتغل وحوطنا سور حوالين هيك بلبن، كل واحد يسوي له سور على قده. عشنا لنا 10 12 سنة 15 سنة وبعدين طلعنا. طيب حجي، وانت في اثناء وجودك في المخيم كان في خدمات في المخيم؟ مثل شو يا حجي؟ موان، يعطونا موان. موان؟ طحين، زيت، رز، سكر. هذه الشغلات تقريبا. طيب كان في طبابة في صحة؟ في الوكالة من أول الوحدات سووا عيادات. طيب تعليم يا حجي، أولادك تعلموا في مدارس الوكالة؟ لا، ولا واحد في مدارس الوكالة تعلم؟ طلعت من هناك وجيت هنا. طيب هون فيش مدارس الوكالة في المريخ؟ في، بس الحكومة أقرب. طيب حجي، كيف كان وضع المخيم في الشتاء خاصة؟ أول ما سكنوا الناس، نعم، كان الواحد لهان ينزل في الوحدة. بعدين عاودوا صلحوا، صاروا يسووا اسفلت في نص الوحدات. طيب بالنسبة للمية حجي، كانوا كل منطقة زي ما تقول من هنا لأخر الشارع، من هنا ومن هنا يعملوا حنفية، هذه 20 بيت ل 30 بيت، كل
ثلاثة أيام تعبي لك برميلين برميل من المية تخزنهم. اليوم الدور لك، اليوم بعده ثاني يوم لنا الثانية. طيب الحمامات المراحيض يا حجي؟ كان مسويين وكالة حمامات، وبعدين احنا لما صورنا الصور سويت حمام عندي في البيت. كانت حمامات عامة يعني؟ هذيك حمامات عامة. بس انا سويت من حد ما فتت على وحدها صورتها لبن سويت حمام. طيب حجي كهرباء وصلكم بكير للمخيم ولا تأخر؟ لا والله مدك عدت. لما انه جتنا عبد اقول لك بعد مرور يعني سنتين او اكثر هيك شيء. طيب حجي انت بتعتقد انه وكالة الغوث ما زالت يعني تقوم بواجبها كما يجب ولا ولا تقلصت خدماتها؟ نعم لقيت نازحة عدم يعني. عدم لان بتعطي للي الناس لهم واسطات وللموظفين. طيب الموظفين كله، الموظفين اللي فيها ماكلين الوكالة. طيب يا حجي شو اشتغلت انت في حياتك بعد يعني؟ اول شيء انت فصلت اشتغلت كحرس وطني، بعد هيك شو اشتغلت يا حجي؟ بعدها؟ نعم سائق. طلعت تعلمت سائق على طول. على اول ما تعلمت على تراكتور. نعم. على قرايبنا يعني. وبعدين اشتركنا انا وثلاث اربعة مع بعضنا تراكتور كسارة. صرنا نشتغل سوينا كسارة لمدة اربعة خمس سنين ما نجحناش. يعني بكل الواحد بس يوكل ثم تقول اجاره ربع ليرة عشرين ثلاثين قرش في اليوم. اني يتعب فيهن يأخذهن يوكلهن. صار الشيء تقدم تركت واشتغلت شوفير سيارة كلاب. صرنا نأخذ 15 ليرة في الشهر وعلى هالمعدل مشينا. وظلتك طول حياتك تشتغل على القلاب يا حجي ولا تطورت معك الشغل؟ اشتغلت على اشي اكثر على اشي؟ اشتغلت على تركات. انا قلت لك طلعت برا اشتغلت. نعم بس يعني مش التركات اللي برا نجحت. لا قعدت سنتين زمان يعني مش كل هذا. اشتريت قلاب الي وعشت عليه كل هالمدة لغاية ما قعدت. طيب حجي غير مخيم الوحدات ما سكنت يا حجي؟ لا بالخيم ايضا ما اخذتش خيمة؟ سكنت بخيمة؟ خيم لا. طيب حجي كنتوا تتغلبوا لما تستلموا المؤن او لما تروحوا على عيادات صحية؟ فيش غلبة غير يعني الناس من بعضها على الدور من كثر العالم تقعد طول النهار لما يجيك دور هذا اللي على الغلبة. طيب حجي هل عدت زرت قريتك بعد يعني؟ زرت مين؟ القرية بعد قريتي؟ بعد الهجرة. نعم لا أبدا من 67 الآن ما رجعت غربة. طيب قبل 67 حجي ما زرت هلا القرية؟ لا القرية ما زرتها. رحت على فلسطين بس القرية ما زرتها. ليش يا حجي؟ ما كانش مسموح. ما كان الساعة زي اليوم تروح تيجي تسمع ولا ما في. طيب يا حجي في حدا زار القرية غيرك؟ مين زارها؟ اخويا كان هناك زارها. كان ساكن هناك زارها. طيب حدثك؟ وعمامي واخوالي والبلدنا كلهم زاروها لحد الان بزروها. طيب حدثوك عنها يا حجي؟ حدثوا انها مدمرة ومقيوم الحجر ومقيوم الطبطون وكل شيء ومزروعة شجر. طب لما كان يحدثوك عنها شو كان شعورك يا حج؟ عن شعورك لما كان يحكوا لك عنها يا حج؟ يعني هلكيتي يعني لما انه انا متحسر اروح اشوف. اقسم بالله اني متحسر اروح اشوفها ولو ما فيش دار ما فيش في شجر. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ربي يقسم لي نصيب اروح اشوفها ان شاء الله يا حج. طيب حجي
أبناء قريتك أبناء الحديثة في عمان لهم ديوان أو رابطة أو فيه وين حجي؟ مش كلهم يعني، في عيلة لهم ديوان في الوحدات. أي عيلة يا حجي؟ عيد. عائلة عيد. نعم. طيب يعني شو دور الجمعية هاي أو ال... شو الهدف منه يعني الجمعية؟ اجتماع من بعض العيلة يعني. في لها مقر ولا بس صندوق يا حجي؟ هي المقر وهي الصندوق وكل يوم. وين جاي المقر يا حجي؟ وين آخر الوحدات من الجنوب. شارع سمية يعني؟ آخر شارع سمية. نعم. قبل أنت شارع سمية بمئة متر مئتين متر هناك. طيب حجي بس دار عيد يا حجي؟ دار عيد بس. إلنا إحنا ديوان هناك. أنت من دار عيد؟ مش ثابت. لا ما هو الكيت صرنا على غيث. نعم. الكيت دار عيد صاروا ثلاث أربع فندات. طيب حجي حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث ما زلت يا حجي؟ مسجل في وكالة الغوث؟ لا يعني إذا كان معك كارت مؤانة يا حجي؟ آه مش قلت لك إنه كنا نروح نجيب مؤانة؟ نعم كنا يجينا مؤانة. ما زلت تحتفظ في هذا الكارت يا حجي؟ كيف؟ ما زال معك الكارت بحكم؟ معي الكارت بس ما فيه الكيت. معروف معروف صرنا هالكيت يمكن بدي أقول لك تقريبا 30 سنة بناخذش. طيب يا حجي لكن الاثنين كنا ناخذ بس يعني. طيب حجي بدي تنتبه لهذا السؤال المهم. صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار عام شهر 12 عام 1948. هذا القرار عم رقمه 194. هذا القرار يا حجي أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك إذا توفرت لك فرصة العودة إلى قريتك إلى الحديثة. ترجع يا حجي ولا ما بترجع؟ بدي احلف لك نجم نحكي هيك والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو صح لي اروح اقعد في خيمه هناك في بلدي بلن اقعد هنا ثواني ابدا يا حبيبي والله لانه عزتك عزتك هناك وعزك هناك مضبوط ولا لا بلاش نكثر اكثر يعني. طيب حجي حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن ترجع؟ كيف؟ حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن ترجع؟ حتى في ظل الاحتلال ممكن ترجع حج على أرضك وعلى بلدك؟ الحكي خطير هذا الصحيح. الحكي هذا خطير. ليش يا حجي؟ هذا على الانترنت مزبوط؟ نعم ممكن يسمع فيه كل العالم. نعم لما بدي اكونه بدي يجي فلان من الناس يقول لي انت سويت كذا وقلت كذا انت بتصلحش تكون عند فلان او عند فلان. خلص وصلت الرسالة يا حاج. مزبوط وصلت الرسالة يا حاج. طيب حجي بعد يعني 63 عام من التشرد والشتات والهجرة بتعتقد انه المجتمع الدولي الغرب والشرق كانوا يعني او تحملوا مسؤولياتهم تجاهك وتجاه القضية الفلسطينية؟ لا ابدا يعني. ولا بيسووا لنا حاجة ضدنا كلياتهم والله بدون ما تحك جلدك بظفرك لا يمكن ترتاح. أنا كنت عمري زي ما قلت لك 12-14 سنة. كيف اللي كان عمره 20-30 سنة أو 40 سنة شعور؟ أنا هيني بجوز أقول طز على البلاد. لكن والله زي ما أقول لك أنت شعرت فيه شو أنا هالكي. خليك حمي خليك دقيقة شوي حمي خليك ضايل شيء بسيط ما هو مش مشكلة. طيب حجي الإعلام العربي
انت بتعرف انه معركه اعلاميه اداروها الصهاينه ضدنا عند الغرب. بتعتقد انه الاعلام العربي ساهم في ابراز القضيه الفلسطينيه كما يجب، ولا كان دون المستوى المطلوب لحاجة؟ انت بتعرفه اكثر مني. بدي شعورك انت يا حاج، رايك من سيء لأسوأ. لا طيب يا حاج عمرك، هلا صحيح كلامك بس أسوأ بكثير من هيك. طيب حجي، هو جبرتني احكي ولا بديش احكي انا والله. سؤالنا الاخير حجي، هل اذا توفر، اسف، هل اذا تم او عرضوا عليك التعويض تقبل فيه ولا ترفض له؟ إذا بفضلوا يروحوني على البلد، مش مليون، 100 مليون، لا، إذا بيعودوني على البلد. أما إذا ما عودونيش على البلد، لو شنو اللي بدو؟ خلي بس شوي دقيقتين ضايع بس. حجي أنت يعني أنت كل كلامك على رأسي، بس القبول في 20 ولا القبول في 3 مليون هو تخلي عن الأرض. فهل أنت تقبل حتى لو؟ أنا حكيت لك شو. تخلينيش أخاطر في حالي، الله يخليك. طيب أمرك حجي، إحنا نعتبر نعتبرك ترفض التعويض ولا تقبل التعويض. هل يعني هذه نعتبرها رسالة للأبناء، وهل تعتبرها وصية للأبناء والأحفاد؟ أنا من قدام ولادي بحكيش هيك، شايف ولادي بحكيش هيك، ولادي بلموني يقولوا انت يابا شايفينك مش مهتم. بديش اخليهم برضو يظلوا ماخذين فكره ويظلوا مثلا يحكوا برا جوا، لا، خلي الانسان في قلبه. بدك تعلمهم يا حجي، بيعرفوا بس امرك. طيب حجي، بيعرفوا اني بديش اقولهم. حجي بدنا كلمه منك، كلمه اخيره توجهها مش بس لأبنائك، لأبنائك من الشعب الفلسطيني. شو بتحكي لهم في رسالة يعني قد تكون مفيدة لهم في المستقبل إن شاء الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على تالي هالأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى ينجحهم وينجحنا. أسأل الله إنه يزيل الهموم عنا جميعا. طيب حجي، احنا في نهاية هذا اللقاء انا وزملائي في فلسطين في الذاكرة نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، اولا على ضيافتك وكرمك الطيب انت وبنتك العزيزة. اثنين احنا بنشكرك برضو على هذه المعلومات القيمة اللي حضرتك يعني زودتنا فيها، وان شاء الله تكون في ميزان حسناتك، إن شاء الله أنها تكون مفيدة للأجيال القادمة وللباحثين والدارسين. أيضا احنا بنشكرك على يعني مشاعرك الجياشة تجاه العودة لفلسطين، وبنشكرك على هذا الموقف النبيل، وإن شاء الله أنه ربنا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله جميعا إن شاء الله. إن شاء الله يعني، وأنا أشكرك على اهتمامك، أشكرك على جيتك علي، أشكرك على شعورك فينا وجميعا، مع شعورك في الناس جميعا، يعني مش فيه بس أنا وياك عمي، إن شاء الله بنقدم الواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى. شكرا لك عمي، والله على رأسي. تسلم عمي. أنا عمري ما لا قدام أولادي ولا قدام الناس بغلطش، فيك تعرف أنت عمي، أديت رسالتك إن شاء الله. مش غلط يعني، ما غلطش ومش غلط، بس بحفظ لساني إن شاء الله. أنت عم أديت رسالتك على أكمل وجه بإذن الله. بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. شكرا لك يا حجي، جزاك الله خير.